ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. دكتور طارق، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. اهلا بحضرتك استاذ هيثم، واهلا بكل مشاهدينك الكرام في العام وحضراتكم ومصر كل خير. كل عام وحضرتك بخير دكتور. يعني لحظة فارقة في حياة الفلاح المصري بعد أن أصبح سيدا على أرضه، بعد أن كان مجرد أجير لملاك كبار، سيدا على أرضه بعد قانون الإصلاح الزراعي وتوزيع ملكية الأراضي الزراعية. نحتفل بعيد الفلاح في هذا اليوم، كيف يمكن أن تكون الرسالة بعد كل مرور هذه الأعوام على هذه اللحظة الفارقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خليني في البداية من خلال منصة حضرتك الإعلامية المتميزة أقدم التهاني فلاحين مصر بمناسبة العيد 71، ونثمن الدور المحوري قدمه الفلاح والمربي المصري في تنمية طبعا الثروة الحيوانية. يمكن احنا ملاحظين زي ما حضرتك قلت، وكان في التقرير يعني الاهتمام غير مسبوق اللي احنا شايفينه من فخامة رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد البلاد في 2014 بالتنمية المستدامة للثروات الحيوانية والدجانب. وطبعا يمكن الثروات الحيوانية والدجانب دي أحد قطبي الزراعة. لما نقول الزراعة هي قطبين أو محورين أساسيين، هو الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني. وما ننساش بالفعل إن الفلاح المصري قدر يواجه ويجابه الظروف الراهنة اللي حضرتك أشرت ليها برضه، اللي بيواجهها العالم كله، سواء كانت جائحة كورونا، سواء كانت التغيرات والتقلبات أوكرانيا وروسيا، الصراعات والنزاعات الأخرى المتواجدة حوالينا. يمكن حضرتك أستاذ هيثم توافقني إن في الوقت اللي كانت دول العالم بالكامل، مش معظمها لا، ده كلها بتقلل من الإنتاجية وبتواجه العديد من الانحرافات السعرية، الحمد لله بفضل الله تعالى اولا ثم بفضل تكاتف الفلاح المصري مع الدوله المصريه، قدرنا ان احنا نزود من انتاجيتنا، والفلاح المصري قدر يسطر ملحمه وطنيه العالم كله يتعلم منها. نعم دكتور طيب طارق، احنا تفضل تفضل يا فندم. احنا باختصار اتكلمنا عن زي ما قلت لحضرتك ان في نمو سكاني متزايد ومتلاحق ومتعاقب لا يوازيه زياده في تعداد الثروه الحيوانيه، وشفنا قد ايه فخامه الرئيس مهتم اهتمام غير مسبوق بملف الثروه الحيوانيه، ويمكن كان لازم يبقى البحث عن حلول بديله ان احنا نزود من انتاجيه الثروه ورؤوس المواشي اللي عندنا ونحسن من معدلات ادائها ونعمل تنميه راسيه وتنميه افقيه لهذه الثروات. يمكن ده ترجم في برامج وترجم في مشروعات. نعم. اقول اهمها في عجاله لما نتكلم عن المشروع القومي، نتكلم عن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءه مراكز تجميع الالبان، نتكلم عن المشروع القومي للتحسين الوراثي، نتكلم عن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءه مزارع الدواء. نعم. باختصار لو قلنا المشروع القومي اللي بتلو، يمكن كان لغاية 2016 يسمح بذبح ما يسمى بالبتلو الرأس. نعم. الواحدة من المشية أو من العجل بتدينا أقل من 100 كيلو جرام. النهاردة تم تمويل ما يزيد عن 8 مليار و40 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 42,750 من فلاحي مصر ومن صغار المربين وشباب بالطبع الفلاح. ونكرر التهنئة يا دكتور طارق للفلاح المصري في عيده هذا اليوم، لكل فلاح مصري على مدار كل العصور، لكل من بذل جهدا من أجل صالح هذا الوطن. دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.